بسيطة. أوكي، بديتم تسجيل؟ إيه دكتورة، بدينا. أوكي، بس نعمل عرض الشرائح. هذا هو الريسبيراتوري سيستم. ذكرنا إنه هو عبارة عن إيش؟ تبدي من النوز، بعدين اللارينكس، سوى جزء منه، بعدين اللارينكس، بعدين تراكيا. تراكيا راح تقسم الى برونكاي، بعدين برونكاي يصير برايمري سكندري تيرشالي، بعدين سيجمنتال يدخل باللوب او يسمينه لوبر، بعدين سيجمنتال، بعدين تنتهي بالتيرمينال ريسبيراتوري الى التيرمينال. ذكرنا هوني بهاي الصوره الى التيرمينال تنتهي البرونكيول، ينتهي هذا كله كوندكتنج سيستم او ما اسمينه بالابر ريسبيراتوري تراكت. ليش مهم؟ مثل ما ذكرتكم اكثر مره عدتوها، مهم انه راح تاخذون بصف رابع بالديزيز يسمينه upper respiratory tract disease، يعني امراض الجهاز التنفسي العلويه. فهاي وين ينتهي حتى يجيب ببالكم انه ينتهي الى التيرمينال برونكيول. دكتوره عفوا، سوي اقفل شير سكرين. قفل شير سكرين ليش؟ على السلايد مال respiratory system. هسه ما يقلب؟ لا ما يقلب. دقيقه، أنا عندي موجود. ليش؟ نرجع بالبداية. الريسبيراتوري تراكت مثل ما ذكرنا بالبداية أنه هو أبر ولور. ذكرنا الأبر راح يكون إلى حد التيرمينال برونكيول، بينما اللور راح يكون إلى حد من البرونكيول، من الريسبيراتوري برونكيول إلى حد نهاية الساق أو الفيولاي. أوكي، هاي صورة توضيحية. يعني هسه هوني تنتهي البرونكيول من هوني، هاي كله كوندكتنج سيستم، الاخير هو من الريسبيراتوري برونكيول للاخير، كله هذا الريسبيراتوري. اوكي، هاي الصوره هسه شوفنا. نحن ذكرنا انه الريسبيراتوري تراكت عباره عن تو ابيثيليوم. الابيثيليوم الاولى هي نسميها ريسبيراتوري ابيثيليوم، اللي هي عباره عن سيدو ستراتيفايد كولومينر ابيثيليوم وذ جوبلت سيل. اهم شيء بيها اللي هي السيليتد سيليا سيل. وذكرنا ليش اهميه السيليا، تو ايش؟ تو ترابت الميوكوس اند بيكت ات اند جيف ات اوت. بينما الجوبلت سيلز مهمه في اعطاء الميوكوس سيلز، اهم امبورتنت ان ريبليكيشن اند ريبليكيشن ان يعني انفايرمنت او يعني التصاق الترابت اوف ذا داست ماتيريال. اوكي طلاب، لحد هوني واضح؟ هذا السلايد يمثل لي، يوضح لي الريسبيراتوري ابيثيليوم. شلون عرفتون الريسبيراتوري ابيثيليوم؟ من السيليا. السيليا هي توضح لي انه هذا هو السيليتد ابيثيليوم، وهذه هي الخليه اللي هي الجوبلت سيل، جوبلت سيلز. واضح هذا السلايد طلاب؟ واضحه دكتوره. اوكي، هذا هم الصور السلايد شرحت لكم اياها بالمحاضره النظريه. اذر سلايد شو as cellated epithelium. Hi, this is a cellated epithelium. Or this is a goblet cell. This is a goblet cell. Again, the same, respiratory epithelium. نفس الصورة. Respiratory epithelium. Respiratory epithelium. Again, نفس الصورة هم respiratory epithelium. زين. هوني هاي الصورة توضح لي، شوفني other type of the epithelium in respiratory system اللي هو olfactory epithelium. olfactory epithelium ذكرنا موقع olfactory epithelium موجودة بالروف بالسبتم، بعد part of the septum. نجي على histology of the olfactory epithelium. يتكون من ثلاث أنواع من الخلايا اللي هي steam cells اللي هي دائما turn over، وعندنا السسناكلر سيل، وعندنا الفاكتوري نيوكلياي او الفاكتوري سيلز. اشو نميز السسناكلر سيلز عن الفاكتوري سيلز؟ السسناكلر سيلز النيوكلس ماله راح يكون ان ذا ليفل اوف ابر، يعني ابف ذا ليفل اوف ذا نيوكلس اوف ذا الفاكتوري نيوكلس ان الفاكتوري سيلز.
مثل ما ذكرنا بالمحاضرة الفاكتوري السيلز عبارة عن خلية عصبية نيورون أوكي بينما السنكلر سيلز هي خلية سبورت فور الفاكتوري سيل واضح كذلك شرحنا عندنا باللور ليفل الليمينال بروبريا عندنا جلاندز مهمة اللي سميتوها بومنس جلاند هاي البومنس جلاند اونلي سيرس جلاند تجينا بالام سي كيو بنتبه عليها اونلي سيرس جلاند عندنا other glands هم سيرس إلى تتذكروها ايش هي الخلية او الجلاند الاخرى اللي هي اونلي سيرس ما بيها ميوكس طلاب معي دكتوره باروتيد جلاند الباروتيد صوت شويه اوضح حتى اسمع اوكي باروتيد جلاند احسنتي نجي هون هم other picture other slide show olfactory epithelium نفس الشيء هاي الابيثيليوم عباره عن three type of the cells stem cells olfactory cells and sustenacular cells or supporting cell اضافه الى هون هذا اكثر شيء يوضح لنا البومنس جلاند this is a بومنس جلاند only serous هذا الدكت مالته تفتح السيرفيس epithelium هذا صورة توضيحية للأولفاكتوري إبيثيليوم شوفنا أنواع الخلايا اللي هي two type اللي هي الأولفاكتوري والسبورتينج سيلز هذه السبورتينج سيلز وهذه الأولفاكتوري سيلز الأولفاكتوري سيلز ميزتها أشياء موضح بالرسم إنه هي bulging from the middle بها nucleus in the middle of the cells بينما الـ supporting أو sustenacular cells have a nucleus but the nucleus of sustenacular cells in upper level of above the level from the nucleus in the olfactory cell مثل ما ذكرنا أنه olfactory cells عبارة عن neuron cell neuron cells بها axons وبها dendrites axons downward والdendrites upward هذا هو axons axons from the 1, 2, 3, 4 كلهم joined together to form فيلا olfactory أو يسميها olfactory neuron. ما dendrite upward extended بها سيليا هاي السيليا موجودة بالسيرفس كثير حتى تحسس الأوردر أو الـ يعني بها تعطينا حاسة الشم اللي تلقط لنا حاسة الشم أوكي؟ أكو سؤال لحد هون طلاب؟ This is other slide to show structures called trachea. Trachea consists of layers, four layers, خلينا نقول أول شيء الميكوزا اللي هي الإبيثيليوم واللمنة بروبريا. نوع الإبيثيليوم الموجودة هي respiratory epithelium. عشان respiratory epithelium هي عبارة عن pseudo stratified columnar epithelium with the globular cell يعني نفس الستركشر الموجودة respiratory epithelium شرحناها. بعدين اللمنة بروبريا اللي بيها serous and mucus هاي اللمنة بروبريا. سيروس اند ميوكوس هوني اكو هذه اذر جلاند هاي هم سيروس كلها سيروس وميوكوس هذا ميوكوس جلاند عندنا الطبقه المهمه الموجوده اللي تفرق لنا راح تفرق لنا التريكيا شلون اعرفها لانه هي سلايد تشبه كثير بينه يعني تشابه مع كثير من السلايدات فالنقطه اللي اطيق اميز بها السلايد هو الكوندريوم هذا الكارتليج هذا هو هذا الرينك هذا تحفظون شكل الكارتليج طلاب حاولوا تعودون نظركم حاولوا تقرون العملي لا تخلونه ليلة الامتحان لأن السلايدات من تقري ليلة الامتحان ما حتميزون يعني أنتم حكيتم أنه كان صعب والعملي ما كان صعب نفس السلايدات كلش واضحة بس المشكلة كانت أنه انقرت ليالي الامتحان ما انحفظت السلايد إذا ما ينقري ونعود عيننا عليه ونحفظه أكثر من مرة ما ينقري ليلة الامتحان بيجينا 100 سلايد أشون نتذكر الصور يعني بيجيكم 10 سلايدات من 100 سلايد، ايش انتم تتذكرون؟ كنت درستها من اليومي. فرجاء ولو تقلبوها ما تطول يعني هي شغلت 10 دقائق او ربع ساعه، بس اعود نظري اشوف السلايد. ومن اشرح لكم اقول لكم هذه هو الكاركترستيك بوينت مالتها عشان اعرف السلايد ركزوا عليها حتى انتم تعرفون السلايد. لا مستحيل راح تمتحنون 100 سلايد بليله امتحان تقلبوها وتجون تمتحنون بها عملي، كلش صعب يصير. فرجاء طلاب تابعوا معنا وخلي ببالكم من اشرح انه تخلون ببالكم كل سلايد علينا نقطه معينه راح نحفظ السلايد كاركترستيك بوينت راح نحفظ السلايد يعني شكل السلايد او يعني كاركترستيك سلايد من كل هاي النقطه اذا هسه هذا التريكيا راح اعرفه ما راح اعرفه لا من الريسبيراتوري ابيثيليوم ولا من الريمينال بروبريا ولا الميوكس والسيرس ليش؟ لانه الريسبيراتوري ابيثيليوم راح تكون موجوده من بدايه السيستم للنهايه
فما اعرف هاي تريكيا لو برونكوس لو برونكاي لو ريسبيرتوري ابيثيليوم لو ايش هذا ما راح يميز لي. السيروس ميوكس هم راح تميز لي، واذا ميوكس اكو كثير من الجلاندا كثير من السلايدات بها ميوكس جلاند وبها سيروس جلاند، فهم راح يميز اللي راح يميز لي تريكيا هو هذا الكارتلج. اعود نظري اعرف لازم شكل الكارتلج شلونه، الكوندري مثل ما اخذتهم الصف اول بالاحياء شلون تميزون الكارتلج. فهذا من اشوف كارتلج انا بالسلايد والكارتلج يكون continuous not interrupted معناته أنا تريكيا. أما إذا شفتوا الكارتلج interrupted معناته هذا برونكاي. شوفوا other slide show تريكيا. عشان عرفتوا تريكيا ما عرفتوا من الميوكوزا ولا من البروبريا ولا الميوكوز سيروس، عرفتوها من الكوندريوم ولا السيروزا، بس أعرفها من الكوندريوم المؤشر الموجود علينا. هذا من أشوف الكارتلج اللي هو C shape cartilage أشوفه continuous not interrupted زين as irregular ring، فمعناته أنه هذه هي structure هو تريكيا. من عفتوها من الكارتلج. أعيد again other slide to show تريكيا. عشان عفتوها تريكيا هذا هو الكارتلج، هذا هو الكارتلج. هاي واحد تريكياليس، اثنين كارتلج، وثلاثة الابيثيليوم، وهذا اليومن. Again هاي الصورة نفسها عندكم بالكتاب الأطلس يعني. هاي تريكيا، هاي التأشيرات واضحة موجودة عليها تريكيا. هذا الشيء أنا عندي الهايلين كارتليج اللي شخصته من السلايد. أما هاي الإبيثيليوم، بعدين المينابروبريا، بعدين السيروس والميوكوس جلاند والسيروزا والأدفنتيشو والأدفاستيشو، هاي كلها ما توضح لي ولا تنطيني تعبير السلايد لأنه مكرر. أي شيء مكرر بكثير من السلايدات ما ينفع. أنا وين أدوق؟ أنا أدوق على الشيء المميز اللي بهذا السلايد ما بغيره. فالشيء المميز بهذا السلايد ما بغيره هو الكارتليج الكونتينيوس كارتليج. أوكي. Other slide show. أنا سوين لو أشوف هذا السلايد، لو أشوف هذا السلايد. ميوكوزا epithelium, lamina propria, muscles, glands, صح؟ وهذا شنو؟ طلاب هذول ايش الفراغات؟ وين؟ بالصوت؟ ايه؟ صوت شوي اغيد اعلى؟ وين هاي؟ هاي المنطقة احنا وين؟ هذا اشنو التشو؟ مكتوب عليها حتى يعني قدامكم واضحة. هاي alveoli صح؟ اذا هذا وين؟ المقطع؟ لونج. هذه الفيولاي. اذا المقطع وين؟ بالتريكيا. برونكيول. اوكي دحين صح انت برونكيول تذكريها. برونكيول ما تنذكر. انتبهوا طلاب يعني خلوها ببالكم بالعملي والنظري. برونكيول ما اذكره الا انه اشوف انه الكارتليج كله انتهى. اي كارتليج اشوفه بالسلايد ما اذكر نهائيا برونكيول. شوفوا هذا كارتليج ولو قطعه صغيره ولو جزء صغير بس اشوف هاينين كارتليج بليت معناته انا ما وصلت لمرحله البرونكيول. البرونكيول من ينتهي نهائيا الكارتليج ما يبقى ولا مليم من الكارتليج هذاك لو اقول برونكيول. ما طال اشوف الهاينين كارتليج اذا احنا وين؟ بالبرونكس برونكاي او برونكس. اوكي يعني برايمري سكندري تيرشري المهم برونكس ما وصلتوا برونكيول. واضح هذا السلايد هو باللانك. ليش؟ لانه اكو الفيولاي. شوفوها الفيولاي، شوفوا الفيولاي اذا باللانك يعني معناته انت نعرف ان التريكيا تقسمت الى تو برونكاي، ما البرونكاي خارج اللانك بعد ما دخلت باللانك. زين ليش ما قلتوا برونكاي؟ ما قلت برونكاي. ممكن أكون ممكن لو ما أشوف هذولي الالبيولاي هذولي لو ما شفتوهم كان أقول ممكن هذا الصالي يكون برونكاي. ليش؟ لأن البرونكاي نفس الشيء هذا هو هايلين كارتليج وهذا هو هايلين كارتليج، والبرونكاي راح يفرق عن التريكيا هو نفس الستركشر أوف التريكيا بس اللي تغير النسيج اللي استجد إنه الهايلين كارتليج بدت تصير بها انتربشن بدت تتقطع. يعني اللي يحيط البرونكاي باللامينا بروبريا عباره عن ايش او بالسميكوزا عباره عن interrupted او isolated hyaline plate. isolated hyaline plate اذا هذا الهايلين بليت موجود بالسميكوزا isolated مقطع interruption اذا هذا ممكن يكون برونكاي.
بس البرونكايل برايمري نقول خارج اللنك لو دخل باللنك لا هوني هذا السلايد داخل باللنك لانه قاعد اشوف الالفيولاي اوكي واضح هذا اذر سلايد مين يشرح لي وهذا طلاب شاركوا منو يشرح لي هون هذا تريكيا لو برونكوس لو برونكيول عندي ثلاث شغلات راح افرق تريكيا برونكوس برونكيول يقولوا لي ها تريكيا نعم لو لا اي لو لا لا لا, لا. ليش لا يعني الكارتج مقطع كامل عافيه جود لانه الكارتليج شفتونه صحيح اكو كارتليج بس الكارتليج راح يكون انتربتد مفصل مقطع لو كان كونتينيوس اقول تريكيا لو لا ايه اي نعم احسنتي زين هسه ايش بقى لي افرق هذا برونكوس لو برونكيول برونكوس عفوا برونكوس ايش برونكيول لان البرونكيول ما بي كارتليج احسنت احسنت اذا البرونكيول ماكو كارتليج انا شو الكارتليج هذا كله الموجود حول حول اليومن هذا مستحيل يكون برونكيول زين هاي خارج اللنك لو داخل اللنك داخل اللنك داخل اللنك ليش لانه كوليفيولاي احسنت جيد هسه هذا نفس الشيء هاي واضحه اللنك موجوده نحن باللنك هذه هو الفيولاي هاي كلها الفيولاي زين هذا برونكوس او برونكيول اي طلاب برونكوس او برونكيول هذا برونكوس برونكوس برونكيول هذا برونكوس بديتم ريكوردينج اوكي اي دكتور اوكي هذا قلت لكم برونكوس برونكيول ذكروا زملائكم انه هذا برونكوس اوكي ليش لانه بينه هاي اللي البليت هذا بينه البليت بس اريد اعرف عدد البليت حتى لو ما شفتوا البليت اكو شغله الاستركشر الاخ موجود يقول لي هذا برونكوس مو برونكيول اشنو هو راح اشرح لكم علينا انا بالماوس هذا اشنو من يعرف هاي اشني هاي الليمفاتيك نوديول الليمفاتيك نوديول الليمفاتيك نوديول ما اشوفه بس بالبرونكوس بالبرونكيول ما اشوفه يعني هذا السلايد عندي شغلتين بينه وحده انه بينه الهايلين كارتليج واللي هو مستحيل موجود بالبرونكيول بس بالبرونكوس وثاني شيء بين الليمف نود الليمف نود الليمفاتيك نوديول ما موجود الا بس بالبرونكوس وليس بالبرونكيول هذا اذر ستراكشر همين نفس الحكي هذا هو المين يقول لي هسه هذا اشنو؟ ولو مكتوب علينا هو هذا البرونكيول، ليش برونكيول؟ عباره عن ريسبيرتوري ابيثيليم من بروبريات فينتيشيا باللنك ما بينه كارتليج ما بينه ليف نود ما بينه سيروس وميوكوس جلاند كوبلت سيلز ماكو اذا وضحنا اكثر فاذا هو هذا برونكيول اوكي؟ بس اكثر شيء يعني يمكن الحقي الباقي نظري لنفتك نوديول ماكو بس اكثر شيء انتبه علينا انا الكارتج من ما اشع كارتج هو برونكيول واضح again هذا اشنو هاي الالفيولاي باللنك هذا ورسم توضيحي هذا سموث مسل فايبرز لمني بروبريا ميوكوزا ادفنتيشيا هذا اذا هو البرونكيول صوره توضيحيه هاي هاي احنا هوني باللنك هذا اللنك وهذا هو البرونكيول هذا البرونكيول زين هسه جينا البرونكيول هسه هوني ايش افرق هذا تيرمينال البرونكيول عندي نوعين تيرمينال وريسبيراتوري هذا ريسبيراتوري ولا تيرمينال مين يجاوبني ريسبيراتوري ولا تيرمينال اي طلاب ريسبيراتوري ولا تيرمينال مين يجاوب اي مشاركات جعتم؟ تيرمينال؟ تيرمينال احسنتي تيرمينال هذا ليش تيرمينال؟ الالفيولاي ما يعني ما عافيه ايه لانه ماكو الفيولاي انفتح بينه من الالفيولاي open in the wall of the this structure
راح يبدي يصير respiratory. إذن هذا هو terminal وليس respiratory. كلش مهمة تفرقوا ما بين respiratory والterminal. زين هذا أشنو؟ أجي أشوف أول شيء أنا باللانك أجي أشوف أكو كارتلج لو ماكو ماكو كارتلج إذن هو برونكيول. أجي أحدد terminal أو respiratory أش أقول؟ ما دام ماكو أي alveoli انفتحت بينه إذن هو terminal. إذن هو terminal مضبوط جيد. زين هوني شوفوا تبغوا هوني هاي ايش هي هاي جزء من كارتلج اي جزء من كارتلج عندي ما اقول تيرمينال هذا برونكاي اوكي برونكاي او برونكس هذا ما اقول نهائيا يعني انه برونكيول ليش لانه انا سكت معاكم على دوغ هاي اللخم هاي بعد قطع عقبه كنتوا على دوغ بالوول أدوغ بالهول أقول أكو أكو شبينو برونكس أده الكارتلج فأدحق بالهول شفتوا الكارتلج إذن هذا وحدي اثنين هاي هيرنين كارتلج لما دام أكل هيرنين كارتلج معناته أنه هذا برونكس بعد هذا أشنو طلاب من يقل لي هذا أشنو طبعا هذا التشو مال لانك أوكي ليش لأنه كله الفيولار ساك الفيولار دكت أوكي زين هذا اللي راح أشرح لكم عليه وهذا أشنو راح اقول لكم ان هذا برونكيول اقول لكم انا برونكيول زين من يقلي ريسبيراتوري لو تيرمينال برونكيول ريسبيراتوري عافيه عافيه ريسبيراتوري ليش لانه بدت الوول ماله صار بينه انتربشن هذا هم نفس الشيء لو كان الوول ماله كامل ما بينه اي فتحات كان قلتوا تيرمينال بس ما دام شفتوا واحد اثنين هوني اثنين الف اثنين الف يو لايف فتحت بينه هوني واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة الفيولاي فتحت بينه ما دا فتحت بينه الفيولاي إذن هذا respiratory وليس terminal bronchial نفس الشيء هذا رسم توضيحي هذا هو respiratory bronchial طلاب هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة فتحت بينه بعدين أشقد ما proceeding downward The more and more opening of alveoli open in this wall. بعد بهاي المرحلة الأش مؤشر عليها أنا هاي بس بقت أسميها duct. بعد ما أسميها bronchial. بهاي المرحلة أسميها duct. من أغشى عن النوب هذول النوب هاي الوول الوول هذا اللي اسمه مصل صار بس بس هالشكل صار دوائر صار هاي الدوائر اللي صار أسميها النوب. من أشوف النوب بالوول ما الدكت راح أسمينه الفيولر دكت حتى الفيولر النوب من تنتهي نهائيا وصلت الساك إذا هذا هو الساك هوني ما أغشع أي الفيولر نوب يعني ما أغشع أي بالوول أي نوب يعني النوب هو سموث مصل فايبرز اللي كان وول سابقا فما ظل لي إلا الفيولر ساك اللي هو عبارة عن سكوامس إبيتيليام زين هاي كلها ولا وين وصلتوا اي هذه لانك الفيولار دكت الفيولس هاي نفس الشيء دكت والالفيولاي مفتوحه بيها نفس الشيء الفيولار ساك والدكت يعني هاي تجي الثلاثه ريسبيراتوري برونكيول والالفيولار دكت والالفيولار ساك يعني كله الاكستشينج هون بهاي الصوره كله يعني اللور ريسبيراتوري اتراكت كله بهاي الصوره او اي ديزيز اي ديزيز تصيب هاي المنطقه اسميها لور ريسبيراتوري اتراكت ديزيز نفس الشيء هون هاي الصوره كلها تنطيني لور ريسبيراتوري اتراكت كله اللور ريسبيراتوري اتراكت لانه ريسبيراتوري لانه ريسبيراتوري برونكيول بعدين الفيولار دكت بعدين الفيولار ساك اذا هاي كله لور ريسبيراتوري اتراكت فقط ولو الريسبيراتوري تراكت اذا صار بينه اي شيء اي ديزيز بهاي المنطقه هو لو الريسبيراتوري تراكت ديزيز نفس الصوره الفيولار دكت نفس الشيء هذا هو الالفيولر هذا هي الريسبيراتوري ابيثيليوم او عفوا ريسبيراتوري برونكيول بعدين الدكت بعدين الساك طلاب بس خلوها ببالكم يمكن كل شيء راح تنسون انتم بس اكو اشياء رئيسيه لا تنسوها هذا الصوره هاي الصوره خليها تنطبع ببالكم هاي الصوره هو إذا من يقلكم lower respiratory disease رأساً يجيب بالكم هاي الصورة تتخيلون أنه الديزيز هذا يا بال
بالريسبيراتوري برونكيول، يا بالالفيولار دكت يا بالالفيولار ساك يا بالالفيولاي نفسه. اوكي دكتورة، بس ممكن تعملين شيء يعني فول سكرين الباوربوينت؟ اوكي هذا هوني ايش شوفنا هاي كلها عبرناها، هذه هي الريسبيراتوري، هذه الصوره مثل ما قلت كله الاول الريسبيراتوري تراكت، هذا كله ريسبيراتوري برونكيول، بعدين الفيولار صوره خلاص ساك. ماكو صوره؟ لا ليش رصاصي؟ اي والله الصوره ومن عاد اكبره على يروح السلايد ما اعرف ليش، مع انه انا عندي شير سكرين. اتوقع الخلل من النت يمكن احتمال من عاد تكبر الصوره ما عي ما عي يسحبوا يمكن، راح اخليكم على صغير ما يخالف يعني اشوفكم اياه ان شاء الله بعد اثنين مرت الاخوة حنعيده كلها كصور. اوكي فهذا اساعدكم مو هسه بهر، شوفوا من يكبر الحجم بعد ما يستوعبوا ما يحملوا، هو النيل ضعيف بالكليه نفس الشيء كنا 100 مره انقطع نفس الشيء، النيل كلش ضعيف هسه بالموصل، فما مشكله انه هاي راح اعيده كلها هسه باليوم الاثنين ان شاء الله كلها راح تنعاد الصور، هي نفس الباوربوينت كله راح اعيده، يعني انتم خذوا بس معلومات هسه وقرونه وان شاء الله نثبتها اكثر بعد المعلومه يوم الاثنين ان شاء الله. اذا ظلت صور كثير نعرضه من يمنا؟ لا لا خلاص عادي عرضوا، انتم ما دزيت لكم الباوربوينت وين ما بديتوا، فانتم عادي عرضوا من يمكم وشوفوا، ما ظل كثير هو ما خلصنا يعني تقريبا هاي بس كل الصور معادله خلصنا يعني. هذا هو يعني طلاب هذا الساك، هاي الليبيولر ساك تبين لي هذه الصوره، تبين لي انواع الخلايا، قلنا نوعين من الخلايا سكوامس تايب 1 وسكوامس التايب 2، الليفيولار تايب 2 الليفيولار تايب 1، الليفيولار تايب 1 هي السكوامس هذولي هذول الخلايا تايب 1 والتايب 2 هاي تايب 2 وهذه الكابيلاري. احنا ذكرنا بالوول بالسكتم اكو خمس انواع من الخلايا اللي هي اهم شيء كانت التايب 1 والتايب 2 والكابيلاري، بعدين الماكروفاج والسبتم والانترستيشيال ما مشكله هذولي ما الا يعني ما مشكله الشكل مالتهم، بس الالبيولار هاي السكوامس الالبيولار تايب 1 وهاي الالبيولار تايب 2 اللي تكون كيوبويدال بتكون بالزوايا، والكابيلاري هذولي غيركم تعرفوهم. نفس الشيء هوني خلينا نشوف نفس الشيء، هذه الصوره توضح لي انواع الخلايا الموجوده بالسبتم بالانترا البيولار سبتم يعني بالالبيولار ساك. هاي كلهم سكوامس، هاي كابيلاري، هاي كابيلاري وهذول الكيوبويدال، هاي الكيوبويدال اللي تايب 2 والبقيه سكوامس، هاي الكيوبويدال تايب 2 وهذول الكابيلاري. نفس الشيء هاي هم صوره اللخ، هاي كلها البيولاي البيولار ساك البيولار سبتم، هاي كل السكوامس المؤشر عليها، هاي كل السكوامس بالزاوية هذه هي التايب 2، هاي التايب 1، هاي الحوافي تايب 1، الجدار تايب 1 وهاي الزوايا تايب 2 والكابيلاري مبينة واضحة. هاي معادة هاي الصور كلها برونكوس، راح اعيدها يعني ياك السريع برونكوس اجين برونكوس لانه بينو هايلين كارتليج، هذا برونكوس لانه بينو هايلين كارتليج، هايلين كارتليج انا ركزت كثير على هايلين كارتليج حتى تحفظون شكله لانه هو هذا المفتاح مالي. زين برونكوس برونكيول عفوا، هذا ما بينو اي هذا ما بينو اي برونكوس فهذا برونكيول، برونكيول تيرمينال برونكيول تيرمينال هذا هو الريسبيراتوري برونكيول، هذا هو الريسبيراتوري برونكيول فتح على الالفيولاي بلود فيزلز، هذه هي الاولفاكتوري ابيثيليوم، الاولفاكتوري ابيثيليوم اولفاكتوري ابيثيليوم اولفاكتوري ابيثيليوم، هذه تريكيا هاي كلها معادله سلايدات، تريكيا كارتليج تريكيا هايلين كارتليج تريكيا، بس السلايدات بس اريد اعمل لك فول سكرين بلكت انه تطلع اوضح. ماكو هم الشاشه راحت ايه طلعت انا عندي راحت علمي بكم ما ظهرت ايه راحت طلعت الشاشه قاطي
اي انا اكبر ويروح نيوش احمل النيوش. على كل طلبوا الباوربوينت خلص، هاي كله اعاده كانت. فان شاء الله راح يكون يوم الاثنين راح اعيد الكميه كل الصور ما قبلتم بالشاشه بالحضور يكون اوضح. واذا احد عنده سؤال يسال، اذا ستركتشر ما فهمه او ما واضح يقدر ان يسال هسه فتحت باب المناقشه نفتحه. اي سؤال اي شيء ما فهمتموه بالنظري او بالعملي جاهزين يرد الاسئله. اي شيء ما واضح اسالوا، اي سلايد تريدون تحبون نعيده نعيده. ها طلاب ماكو شيء؟ ماكو سؤال؟ الو طلاب لا تقولي انقطع النت. الو لا لا موجود يا دكتور. موجود النت. اوكي زين عيني ماكو سؤال؟ ظاهر ماكو سؤال. الظاهر ماكو سؤال. الباوربوينت يمكم تقلبون الصور كلش مليح، ترجعون على المحاضرة تقروا لي والثنين نرجع نتناقش. اوكي اوكي ان شاء الله. دكتور العفو بس اذا ممكن الملف مال عملي مال فيميل ريبرودكتيف سيستم الثاني دزيتون ما دزيتكم؟ ما وصلنا مال ثاني واحد بس حيث. اول واحد ايه وعلى اذا محاضرات الرينا مال نظري اذا كامله على وهم تدزيها والله من هسه ما يخالف بس ما هسه ادز لك مساحه حدث كمال فيمي لانه عندي مرات اضافات او حدث يعني شغلات تمام دي. تمام ان شاء الله لين ان شاء الله من تكمليها ان شاء الله عافيه لانه ما غير ادز كميه وتطلع مختلفه عن اللي راح اشرحها. اوكي تمام. من اكملها ان شاء الله هسه بس اقرا ترى مليح مو مشكله الرينا. اوكي اي اوكي يلا عيني شكرا. العفو دكتوره هلا.